تخصيصات ضحايا الارهاب في مؤازره 21 شهر كان ما لهم تخصيصات. التخصيصات كانت مخصصه لضحايا نظام الباد والحشد الشعبي. التخصيصات. فاحنا هسه نشتغل كمؤسسه الشهداء تشتغل على بالنسبه للموازنه ماكو 1/12. فلازم 1/12 ضمن موازنه 21، من المشمول بالتخصيصات؟ ضحايا نظام الباد والحشد الشعبي. فطلق رئيس المؤسسه على شكل دفعات، اغلب عوائل الشهداء استلمت الدفعه الاولى. باقي العدد القليل هسه صار توجيه من سيد رئيس المؤسسه ان للمديريات كافه انه شكو شخص ما مستلم الدفعه الاولى ترفعون الاسماء حتى تتم الموافقه عليه ويتم صرف الدفعه الاولى. بالنسبه لضحايا الارهاب ما موجود تخصيص مالي في موازنه 21، خصصوا كانت تخصيصاتهم مرصوده الى هيئه التقاعد الوطنيه. طالب السيد رئيس المؤسسه انه توفير تخصيصات خصوصا قانون الامن الغذائي. فانه قررنا انه 300 مليار انه تخصيصات ضحايا الارهاب. هسه احنا ننتظر انه تطلق لنا وزاره الماليه، هم راح تطلقها على شكل دفعات، ما راح تدفع انه 300 مليار دفعه اولى. فننتظر الدفعات تجينا من وزاره الماليه. وهسه صارت ضوابط جديده بخصوص ضحايا الارهاب انه من شهيدين فما فوق يروح يحدث في المديريه ويملي تعهد حتى ان شاء الله اذا انطلقت تخصيصات الامن الغذائي يستلمون الدفعه الاولى. تم رصد من قانون الامن الغذائي مبلغ 100 مليار، احنا قسمنا على 10 ملايين باعتبار الدفعه ان نعطيها 10 ملايين راح تشمل 10,000 عائله. وجهنا كتاب للمديريات تزويدنا بالعوائل التي لديها اكثر من شهيد، كون يعني اولويه لهم باعتبار عندهم اعداد مضحيه اكبر عدد. من توصلنا البيانات ان شاء الله راح يتم تدقيقها ورصد مبالغ، واذا تم توزيع المبالغ لضحايا الارهاب لاكثر من شهيد وبقى متبقي من ال 100 مليار راح نرجع نوزع للشهيد الواحد وحسب نفس التعليمات انه ننطي لكبار السن وننطي لاصحاب الامراض المستعصيه وننطي للعوائل اللي مبدئيا اللي عندها اكثر من شهيد. انا طبعا اول مره اجي المؤسسه هاي ما لقيت اي معرقلات بها. يعني الموظفين وهاي اكو متابعه يعني من جهات الاعلام. شنو المتطلبات اللي طلبوها من عندك كمستمسكات كشهيد؟ انت من يا درجه عندك الشهيد؟ سولف لي بخصوص هذا. اي استاذ، انا شهيد من درجه اولى، اخي بسبايكر كان. فرادوا من عندي كتاب، يعني كتاب الدائره مالتي. جيت هنا شفته، يعني قلت يجوز يعني عرقلات وهاي. ما طلبوا من عندي بس بطاقه السكن والبطاقه الموحده فقط، بس انسختهم وجيت. كان اجرهم يعني كلش حلو. طيب استلمت له بعدك هسه اول مره قدم؟ يعني لا اول مره قدم يعني، والحمد لله يعني ان شاء الله استلم يعني ان شاء الله بدل ما قدم الله كيفك. تم تخصيص بقانون الامن الغذائي مبلغ بدل النقدي لقطعه الارض شريحه الشهداء وشريحه جرحى قوات الامنيه كافه، حشد ودفاع وداخليه. بس المشكله اللي هسه صارت تواجه مؤسسه الشهداء اللي هو ما موجود تخصيص مالي كافي. يعني هسه حاليا كمرحله اولى طلبوا الشهداء العده شهيدين، في شهيدين وما المبلغ اللي حصلوه لا يغطي هاي المجموعه لا ما يغطيها. بالمقابل باقي العده شيء اكثر من شهيد واحد او الجرحى المختلف القوات الامنيه شنو دورهم؟ فاحنا من خلال قناتكم ناشد دوله رئيس الوزراء تخصيص او برلماننا والحكومه مالتنا تخصيص مبلغ كافي للبدل النقدي.